السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نتعرف اليوم على طريقة الحصول على ساعة مجانا للاتصال من سكايب، وهي ساعة تمكنك من الاتصال بأي رقم دولي، وهذا العرض خاص بالمملكة المتحدة، لذلك سوف نضطر إلى استخدام VPN سايبر جوست. أنا أستخدم سايبر جوست 5. يمكنك استخدام أي VPN لتحويلها إلى اليونايتد كينغدوم لتحويل الدولة. أولا سوف نذهب إلى هذا الموقع الذي سأضع رابطه أسفل الفيديو مباشرة، ثم تقوم بالضغط على Go to Deal. فتنبثق لك تلك النافذة، تقوم بالضغط على Claim Your Credit Now وتقوم بتحميل البرنامج. هذه الخطوة هي التي تستدعي استخدام VPN، وأنا قمت بتحميل البرنامج وسوف أقوم برفعه على الميديا فاير. فيمكنك تخطي كل هذا وتحميل البرنامج مباشرة ولن تحتاج إلى VPN، ثم تقوم بتحميله وتنزيله. ويتوجب عليك أيضا تغيير اللوكيشن في السيستم نفسه، لذلك سوف نذهب إلى Control Panel، ثم تجعل Category، تجعلها Category ليست Large Icon أو Small Category، ثم تقوم بالضغط على Clock Language and Region، ثم تقوم بالضغط على Region and Language، ثم في الفورمات تقوم بتغيير لغة دولتك إلى اللغة الإنجليزية United Kingdom كما هو موضح، ثم في اللوكيشن تغير اللوكيشن أيضا إلى United Kingdom، ثم في الكيبورد تضيف لغة United Kingdom، تضيف لغة United Kingdom عن طريق الضغط على Edit واختيار لغة United Kingdom كما قمت أنا بإضافتها، ثم في الأدمينستريتيف تقوم بالضغط على Change System Local، ثم تقوم بتغييره أيضا إلى United Kingdom، وسيطلب منك الجهاز عمل Restart، تقوم بعمل Restart. وبعد ذلك وبعد هذه الخطوات تقوم بالذهاب إلى البرنامج الذي تم تحميله، هذا هو البرنامج، هذا هو البرنامج Skype Voucher الذي سأضع رابطه أسفل الفيديو مباشرة إن شاء الله على الميديا فاير بعد رفعه، وهذا هو برنامج Cyber Ghost الذي أستخدمه في VPN. نقوم بفتح Skype Voucher، هكذا. هنا يتوجب عليك الحصول على إيميل عن طريق شركة مايكروسوفت outlive@outlook.hotmail، أي إيميل خاص بشركة مايكروسوفت. تقوم بوضع الإيميل هنا، ثم تقوم بالضغط على Next، الآن your Skype credit voucher has been eliminated to your to you. To claim your Skype credit now, click to click on the link below. هذا هو الفوتشر كود، هذا هو الفوتشر كود skype.com/، ويوضع بعده الفوتشر كود. نقوم بالضغط على الفوتشر كود، هذا هو الفوتشر كود، إذا كنت تراه فهذا هو الفوتشر كود الخاص بي. تقوم بالدخول إلى سكايب وإدخال الفوتشر كود إن أردت إدخاله يدويا أو كما تريد، وبهذا تكون قد تحصلت على ساعة من الاتصال المجانية على سكايب. هذا هو الفوتشر كود الخاص بي. بعد الدخول إلى حسابي أقوم بالضغط على I agree، ثم أقوم بالضغط على Redeem.
your voucher or a paid card was successfully هو يعطي في حدود الساعة. وفي الختام لا تنسى عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب. كان معكم المهندس عبد الرحمن أبو السعود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.